وخد مليارات وقال لهم هعمل شبكة طرق كده، وفي الآخر بنشرب هوا. الرئيس بصراحة ربنا عامل مشاريع جامدة جدا، ما ننساش الدائري الإقليم، الطرق اللي ما كانت معدومة خالص فتح طرق، فبعد الزحمة بعيد عن مداخل البلد. بلد بسم الله ما شاء الله ماشية زي الفل، وفي إنشاءات وفي كل حاجة. احنا عندنا بلدنا جميل وبسم الله ما شاء الله في تطور وفي تقدم، واللي جاي احسن باذن الله. كانت البلد لا طرق ولا كباري ولا بنيه اساسيه. النهارده انا بروح السويس والاسماعيليه والغردقه وبلف البلد بصفتي ان انا تاجر، بلف شايف البلد كويسه وشايف كباري وشايف مشاريع بتتعمل. والله في مشاريع كتير، في مشاريع كتير كويسه، وربنا يعين الدوله عليها.